نروح للعيبة. طيب. أزمة كهرباء الأخيرة شايف حلها إيه؟ نعم حلها إيه؟ شايف إمتى ممكن ينزل؟ يعني إحنا دي أمور قانونية وإحنا يعني برضو خلي بالك مش طرف فيها خالص. إحنا مش طرف في الموضوع خالص. هو العيب عندك، فمهم جدا جدا إن أنت تبقى في متابعة للموقف بتاع اللعيب ده فين، لكن الأمور القانونية وهو بيسلك فيها ان شاء الله الرحمن ان تبقى قريبه يعني. لكن الاهلي ما كانش طرف في الايقاف يعني، لكن هو لعيب عندي، وطالما لعيب عندي تمام بقى واجب عليك ان انت تشوف الموقف ماشي ازاي وتتابعه لحد ما يتحل ان شاء الله. عايزين نطمن اكتر على حاله المصابين والعروض الكتير لديانج. ديانج واحد من اللعيبه المحترفين عندنا، وواحد من اللعيبه الملتزمه جدا والمنضبطه جدا، وعلى المستوى الشخصي والانساني والاحترافي على اعلى مستوى. هو الحمد لله رب العالمين يعني لعب طبعا معنا المباراه الاخيره اللي فاتت، وكان اداؤه مميز يعني على مستوى الاحتراف. يعني انا ما بتكسفش ولا بتضايق لما يجي عقود احتراف للعيبه، ايه المشكله؟ والله تتناسب مع قيمته ومكانته وامكانياته وقدراته وعطائه. بنرفع الامر للجنه التخطيط لما بنشوف راي الجهاز الفني الاول، وبعدين نشوف هل العرض مناسب، يناسب للولد ويناسب للاعب يعني، ويناسب للنادي، خلاص نبدا نتناقش فيه. لكن لو في قرار فني باستمراريه اللاعب خلاص، لا ده قرار فني بقى يعني. بتتعامل ازاي مع الاشاعات اللي بتطلع حوالين مثلا رحيل لعيبه، عروض بتتعرض على لعيبه، بتتعامل معاها ازاي؟ ولا حاجه يعني، لو ما فيهاش حاجه على النطاق الرسمي ولا بتشغل دماغي خالص يعني، لان الكلام فيها اصلا سلبي يعني. الكلام فيها هيبقى سلبي، هتاخد من تركيز اللعيب، هتاخد من اهتمامه، هتاخد من وقته، هتاخد من تفكيره. لو شكل رسمي والله وفيها ارقام او على المستوى الفني دوري محترم، دوري قوي، ايه المانع؟ لان انت في الاخر برضو ده لعيب عندك، لعيب مهم ان هو يبقى لو في فرصه كويسه هتساعده، مش هتقف قدامه يعني او في طريقه يعني. شفت ازاي قرار تاجيل قرعه بطوله افريقيا؟ والله انا مش شايف ان هم كانوا يعني كانوا موفقين في اختيار الميعاد الاول. انا ما اعرفش الاسباب ايه الصراحه، ما اتعلنتش ولا اتقالت ولا طلع بيان توضيحي يعني، لكن مش فارقه لان انت عندك وقتك. المباراه الاولى هتبقى في شهر فبراير يعني، فلسه بدري يعني. ولا انا سامعه اللي جالنا يعني من خلال الاتحاد الافريقي ان هي هتبقى يوم 12 يعني. فايه السبب انها اتاجلت؟ ما عنديش معلومه خالص. ايه لها تاثير عندي في ايه؟ ولا حاجه، لان انت لسه عندك وقتك يعني. في مفاجات هنسمعها قريب تخص النادي الاهلي؟ طبعا على مستوى الفريق ممكن طبعا يبقى عندك، انت عندك شهر يناير ممكن يبقى فيه تدعيمات، ممكن يبقى عندنا حاجات جديده، ممكن جدا يعني ان شاء الله. داخلين على في شهر يناير عدد من المباريات القويه جدا عند في الان، سواء كان محليا المرتبط بالدوري او كاس مصر، وكمان عندك في افريقيا في شهر فبراير. فعشان تخش بشكل قوي لازم يبقى عندك قوام قوي يعني، قوام او هيكل فرقه قوي جدا يعني. عايزين نعرف ايه دور مجلس الاداره على مستوى الفريق او الطفره اللي احنا بنشوفها دلوقتي في النادي الاهلي. بص احنا عندنا في النادي الاهلي العمل تنظيمي جدا. يعني هو تسلسل وظيفي خاص بالكوره. يعني انت عندك مجلس اداره، عندك شركه كوره، عندك لجنه تخطيط، عندك مشرف على الكوره، عندك مدير كوره، جهاز كوره، مدير فني، جهاز فني، جهاز طبي، اداريين، عمال، كل واحد له الحته بتاعته لا بتخرج عليها او بتخرج منها ولا بتتعداها يعني. فده مريح جدا في الشغل، مهم جدا ان انت يبقى الحته دي موجوده، والحته دي ليها اساسها وليها دورها يعني. فكل واحد له الحته بتاعته يعني. اعتقد من اسباب النجاح للنادي الاهلي هو الحته التنظيميه اللي انا بتكلم عليها يعني. عايزك تكلمنا اكتر عن علاقتك بجمهور الاهلي. مش علاقتي لوحدي يعني، اي واحد بيمثل النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيرتبط بيه، وخصوصا لو في رصيد كويس على مستوى اللعيبه. رصيدك هو لعبك، رصيدك لعبك، ادائك، عطائك، بطولاتك، انجازاتك، مواقفك اللي ممكن تكون مرتبطه بتجديد، مرتبطه باستمراريه في النادي تمام. النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي،
يعني عنده عارفه في مثل كده يقول لك ايه، من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، أيوة. ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه.